لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا بويل هلا مع الهلا شوميلة شيخ تنوم لابته لابته وقفة شوميلة 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 ما يبدو 500 متر وطارت حمية انتاج انجال سمو الشيخ خليفة بن سيف محمد آل نهيان يتميز في هذا المهرجان في شوط الثنايا. سلام يا حمية سلام سلام لمالك حمية سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. صباح الخير اسعد الله صباحك بكل خير بهذه النواميس الصباحية. ايضا ذات الشعار قادم مع نوافة ولكن اجل العاصفة تتدخل في هذه اللحظات مع الريم ولكن خلاص الناموس والفوز طارت به حمية. سلام يا حمية سلام تهانينا القلبية نزفها على الهواء مباشرة لمالك حمية سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وللمضمر المميز سعيد بن مبروك الوهيبي. حاضرا مع الشوط الرئيسي للثنايا القعدان الانتاج هنا يحضر معاند مع الشوط الرئيسي لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان. مشكور يا علي بن سعيد الوهيبي من قاد حمية من قاد معاند في الاشواط الرئيسية. سلام يا معاند سلام تانينا والناموس لمالك معاند سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان على انتزاع معاند بدون اي اوامر بدون اي تعليمات عصات راك دوامنا. تهانينا والناموس لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان علي بن سعيد بن مبروك الوهيبي من قادة معاند مع الشوط الرئيسي المركز الثاني. تابع التحدي انجاز العاصفة انجاز الهجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي هنا مع البداية والصدارة الحذرة هنا قادمة مع ثاني المراكز لهجن الرئاسة بمتابعة محمد بعتيك بن زيتون وهناك عادة رفيف القادمة مع ثالث المراكز ولكن هتاشة هناك قادمة لهجن العاصفة العودة مع البداية انجاز انجاز مستحق انجاز صباحي مميز بشعر هجن العاصفة 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 مع اول اشواط الصباح. مشاهدين الكرام مع تواجد انجاز انجاز هنا لهجن العاصفة وايضا بمتابعة غياث الهلالي تصل الى خط النهاية معلنة هذا الفوز والانتصار بينما وصلت في ثاني المراكز. يا معاند 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 مع هجن الرياسة حمر خطر مر وعبر الله الله يا معاند بدون تعليمات العملاق 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 سلطان بن محمد الوهيبي الله شعاري أمسية شعاري أمسية مع نفس المضمر بدون أي تعليمات العصا مثبتة ما شاء الله تبارك الله على معاند وأداء معاند. أيضا هنا ترحب المنصة الرئيسية بقدوم الانتزاع السيارة معاند يعاند بالناموس يعاند بالفوز. سلام يا هجن الرياسة على هذا الفوز وساعة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس تهانينا بدون أي تعليمات تذكر عليه. مشكور يا العملاق سلطان بن محمد الوهيبي المركز. غياث الهلالي بدأ الانطلاق بدأت السرعة الحزام الأخضر هجن الرياسة هجن العاصفة وجه لوجه غياث الهلالي والظافر الله 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 الزود هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي من الجانب الآخر شرارة هجن العاصفة غياث الهلالي التيوتا لاند كروزر بيك أب هنا هجن الرياسة هجن العاصفة الزود شرارة 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 هجن العاصفة
اجن العاصفة مع الفوز مع الانتصار. غياث الهلالي من يقدم لنا شرارة. سلام هجن العاصفة، سلام تهانينا وناموس لهجن العاصفة على فوز شرارة، ونهني غياث الهلالي من قدم لنا شرارة. ثاني المراكز الزود هجن الرياسة علي بن ميلو. هذا الأداء الجميل غياث الهلالي في المتابعة اللي ثار حضرت هنا مع الخمسمائة متر الأخيرة، ولهب على المركز الثالث وفي رابع المراكز مزاح، على المركز الخامس تواجد من الساهر، ولكن مقدمة الشوط التحديات الأخيرة. الله 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 الله، هجن العاصفة تسيطر على هذا الأداء الجميل من خلال تقدم عرب على مقدمة الشوط غياث الهلالي، ولكن رمز خطير من هجن الرياسة. الظافر 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 قادم على المركز الثاني مع رمز وشعار هجن الرياسة، ولكن الله 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 الله، هجن العاصفة هجن العاصفة من تقدم لنا عرب في هذا الأداء المميز. غياث الهلالي مشكور، تهانينا والناموس لهجن العاصفة، شكرا لغياث الهلالي مع هذه المتابعة الجميلة. بينما ثاني مبروك من سالم الوهيب ايضا يبحث عن نقطة مميزة في هذا الصباح المميز والجميل. ها هو شعار الشوط الرئيسي في هذا الصباح. بينما المركز الرابع هناك تتقدم احتلال لهجن الرياسة علي بن مي الوهيب الظافر، ولكن عودة مع الثلاثية المميزة. الله يا سلام العفريت ولا الذيبة وهجة، ولكن العفريت بدأ تسير في هذه اللحظات الى خط النهاية، ولكن هجة من الجانب الاخر. العفريت الامتار الاخيره هجن الرياسه هنا مع البدايه مع العفريت. الفيلسوف احمد بن مطر بن مايد الاخيلي يدفع لنا بالعفريت. سلام هجن الرياسه، سلام العفريت، سلام. مشكور الفيلسوف احمد بن مطر بن مايد الاخيلي من قدم لنا العفريت. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز يا سلام يا سلام، الزاجل 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 الزاجل. الله 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 الله، بشعار الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني، مغادرا مع الأمتار الأخيرة، ولكن العاصفة مع الأمتار النهائية. العاصفة مع الأمتار الأخيرة. روح يا الزاجل روح، روح يا الزاجل روح. الزاجل والعاصفة أمتار الجنون. الزاجل سلام يا الزاجل سلام. تهانينا والف مبروك لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز الثاني. محق الجنان في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان وعلي بن سعيد بن مبروك وسامو جنان. الله يا هذا الإبداع، الله يا هذا الصراع، الله يا هذا الأداء الكبير. ولكن أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة يتنافسون على الصدارة، ينطلقون بهذا الأداء الكبير. جنان ووسام وجنان، واللحظات الأخيرة، اللحظات العاتية، الأمتار الكبيرة، الأمتار الحاسمة. ولكن جنان وأعرفها جيدا، أعرف هذه البطلة جيدا، بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان علي بن سعيد بن مبروك آل وهيبي. بينما هبت العاصفة يا أخواني على الصدارة على المركز الأول. خواطر 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 على الصدارة على المركز الأول. أتابع شموخ في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية وانطلاقة المشاقب من يشاقب. لكن الهلالي بشعار هجن العاصفة. سلام تحية واحترام لمال
لك خواطر. سلام للعاصفة، سلام سلام إلى المضمر غيات الهلالية من قدم لنا خواطر مع هذا السلام، مع هذا الانتصار المتميز. المركز الثاني شرايف الهجنة العاصفة غيات الهلالي، المركز الثالث ما بها حيلة دارنا اللي معنا.